السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف ازاي نقسم الشغل بتاعنا لزونز. خلينا نيجي مثلا هنا في ال 4D simulation واقول له زونينج، فيبدأ يجيبها لي بالشكل دوت. فدي كلها مثلا منطقة واحدة، ممكن نبدأ نقسمهم. نقول له كرييت ونعمل زون مثلا هيت، دي مثلا زون، ونعمل زون تانية ونعمل زون تالتة ده هيساعدني في ان انا انظم الشغل بتاعي. كل واحدة الاريا بتاعتها قد ايه، وكل واحدة تقدر تدخل وتعدل اللون بتاعها زي ما انت عايز. طيب بعد كده انا ممكن اجي هنا اقول له ان انا عايز ابدأ بقى اعمل الفور دي. ثانية واحدة، فهتدي له بقى كل تاسك، وكل تاسك او لما تيجي تعمل فلاتر هيقسمهم لك لزونز. يعني ممكن اقول له فلتر، اقول له نيو فلتر. فلتر بدل ما باخده مش كل قطعه واحده بقسمه. بص ظهر لي زون 1 زون 2 زون 3. فلما اقول له زون 1 بقول له ابلاي، يبدا بقى يقول لي الليفلات اللي موجوده جواه. انا اول بيدخل على الليفلات، دلوقتي عارف ان المشروع ده متقسم لزونات. كده انا مش بعلم على الوول اللي في المشروع كله، لا ده انا كده بعلم على الحاجات اللي موجودة في زون 1.